انا عامله دور نانسي وهي صاحبه الحفله، والدور جديد عليا ما عملتوش قبل كده في السينما، لان انا دايما اغلب اعمالي السينمائيه كانت بنت شعبيه، فانا عامله بنت ارستقراطيه، والدور كله مختلف يعني. فيا رب ان شاء الله يلاقي يعني يلاقي نجاح باذن الله. يمكن شفناكي في التريلر بشكل مختلف فعلا، شويه انحراف. لا 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 بصي يعني اكيد انا بحضر لادواري كويس جدا، وبحاول اجتهد على قد ما اقدر. ما اعرفش انتوا هتخشوا وتشوفوا وتفرجوا، واحنا هنعمل لقاء تاني بعد ما تتفرجوا ونتكلم في الشخصيه. احمد عز محمد رجب عسل عسل جمال جدا. انا سعيده جدا. انا من زمان كان نفسي اشتغل مع عز ومع رجب، ومبسوطه ومحظوظه ان انا اشتغلت معهم هما الاثنين في فيلم واحد.